اللي قال لك هبقى معاك، شوف على فين وداك. بص بص باي اهي تلعب. اللي قال لك هبقى معاك شوف على فين، انا هقلب لاناني بس كده. تمام يلعب الدره، خش عليهم يلا يلا، خش عليهم اديها اديها يلا 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 يلا. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين في كل مكان، معاكم اخوكم بحر من قناه بحر تيوب وفيديو جديد يا جدعان. وفيديو النهارده رياكت، بس مش رياكت على تيك توك بقى، ده رياكت حاجه بتاعت زمان اهو، بس رياكت على اسلحه وحاجات كده. بصوا حاجات من اللي يحبها قلبكم، واخد بالك انت ازاي؟ النهارده يا جماعه الفيديو دوت يعني هنستعرض مع بعض يعني بنادق كتير مختلفة، ويعني مختلفة الأحجام والأشكال والألوان وحاجات كتير جدا، وهنشوف كمان أكتر 10 أسلحة جنونية في العالم وأروعهم في العالم كله على مدار التاريخ في الأسلحة التقليدية وكده. المهم يا جدعان يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا على طول، وما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تنزلوا تعملوا اشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا أي إشعار بكل فيديو جديد بعمله عندي في القناة، وكمان ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو وأنتوا بتتفرجوا. قشطة يلا بينا يا جماعة نخش على الفيديو على طول. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، شايفين دي عاملة ازاي؟ ودي رشاش، مدفع رشاش، المواسير بتاعته والخزن بتاعته شبه الاي كي بالظبط، اللي هي الروسي بتاعت الاتحاد السوفيتي، طلع عيار 7.62 في 39، 7.62 طبعا قطر الماسورة من الداخل، 39 طول الظرف الفارغ بعد انتهاء المجزوف منه، الحاجات دي كلها بندرسها عندنا في الجيش قبل نضرب نار وكده. شايفين الرش عامل ازاي يا جماعه؟ في حوالي كام ماسوره ده؟ سته ولا كام؟ بص بص بيضرب ازاي؟ كانه ايه بيفرم، فاهم انت؟ ست مواسير دلوقتي حركه كده زي ما انت شفته بيضرب بيه. هنا بقى بصوا ايه ده؟ ده صباع روش ده ولا ايه؟ اكيد ده سلاح طبعا، طبعا جايبينه على الاسلحه. بصوا صباع الروش يا جماعه عامل ازاي؟ في فتحه اهيت، وادي الطلقه دي طلقه 9 مللي برده مختلفة. الطلقة دي مفتوح مدمج يا جماعة، في ناس سألوني عليها كتير. الطلقة دي هي حي، في ناس تقول لك مش حي، لا دي حي يا جماعة بالعكس، والضرر بتاعها أكتر من الضرر بتاع الطلقة اللي هي مقفولة، اللي هي الذهب دي اللي مقفولة، واخد بالك؟ بصوا إيه ده؟ ده مسدس اللي فات ده كان صباع روش يا جماعة، لقيت مسدس تمام؟ وده مسدس، دي أربع مواسير، اللي كان ماسكه في إيده من شوية كان ثلاثة. المهم هو يعني ليه كذا ماسورة، يعني بيضرب كذا طلقة مع بعض. مسدس يا جدعان بصوا يعني ما شاء الله، بصوا الراجل بيضرب ازاي اهو، يوع وشك، ضرب الثلاث او اربع طلقات مع بعض، اللي هو انت بص يعني ممكن يموت بيهم اكتر من بني ادم واحد، ويعني وسط الناس كتير. بص يضرب يموت وقع اربعه ولا ثلاثه، شوف يا نهار ابيض. بص الهدف عمل ايه فيه؟ ده واحد بيعوم في الميه، معرفش بيلعب تجديف ده ولا ايه. معاه مدفع شايله على المركبه، بس مدفع شكله كبير، وقاعد كده نايم يعني، فاهم؟ مدفع نايم يا معلم. اوه شفت بيضرب ازاي؟ دي ماسوره طويله، دي ماسوره طويله جدا المدفع ده، واضح ان هم بيصطادوه في صيد البط والطيور والحاجات ديت، ان ده يمكن يعني يستخدموه في حرب وكده. ممكن يضرب بقى على طيارات مثلا على حسب المجذوب بتاعه. بص ماسك اتنين اهو. نفسي اعيش حياه الناس دي يا جدعان والله. هوبا لوبا، بصوا بقى هنا معانا ايه؟ مسدس يا بس ايه عملاق عملاق. بص الراجل قاعد حاطط على رجله ازاي؟ يعني اكيد ده تقيل جدا، بص كله صلب يا جماعه وشكله ابن لذينه. ده يا جماعه اكبر مسدس اتصنع في العالم كله، مسدس ساقيه. في ناس تقول عليه اللي هو الطاحونه، واخد بالك؟ هي نفس المعنى برده، فاهم انت ازاي؟ اهو في جنبي تحتيه مسدس برده مذهب كده شويه. بص المجذوف بتاعه بلي حديد. المسدس ده يا جماعه بيتحشي، واخد بالك انت ازاي؟ بيتحشي برده كده، وتحط عليه مكزوف من فوق وتكبسه كويس وتضرب بيه. بص مصفوفته من ده عامل ازاي؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه ده يا عم ده؟ بص الراجل شايله بيلقمه، وده بيضرب بيه ازاي؟ بص اتنين شايلينه مع بعض ازاي؟ يعني ما ينفعش لوحدك. هو ده مسدس ايه ده؟ قد الطلقه وقد عود الكبريت. شايفين مسدس يا جماعه؟ مسدس صغير جدا، ظهر في الفيلم الاجنبي دوت فعلا، مش فاكر اسمه ايه الفيلم ده. بص مسدس عامل قد ايه؟ يا نهار ابيض، بص خزنته ده هيت يا خالص. الطاره دي يا جماعه طبعا كلكم عايز تعرفوا كام مللي، الطاره دي 2.2 من 10، 2 مللي و2 من 10 طبعا، حاجه صغيره جدا. ما اعرفش ده هيموت ازاي ده، يعني دي لو جت في بني ادم كده مش عارف هتلسعه بس ولا ايه، يعني الله اعلم ممكن تموته. بس بص طالع عامل ازاي، 2 مللي، ده 9 مللي. اوه ده مسدس الجلوك الجي 17، مسدس يا جماعه قوي جدا. بصوا بيزيته اهوت مسدسين. ده بقى هيضرب 200 طلقه
في 5 ثواني. شايفين الخزنة عاملة ازاي؟ مدورة اهي من على الجنبين. بص هيضرب ازاي؟ اوعى 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 اوعى. وش يدي يدي، يا نهار ابيض يا جماعة، يا نهار ابيض، انتوا متخيلين اللي حصل دوت؟ بص بيعمل ايه؟ دي بتاعة يا جماعة اللي فيها دايرتين دي، كل واحدة فيهم بتشيل 100 طلقة. فهو ضرب بمسدس دمية ومسدس دمية. ترررر يا ابن اللذين. بصوا بقى الطلقة دي يا جماعة، الطلقة دي تخلي جدا، عيارها مش عارف 56 أو حاجة، 50 حاجة زي كده. الطلقة يا جماعة بتتحط في قناصة، اهي القناصة اهي. القناصة يا جماعة عايز اقول لكم يعني رد فعلها ابن اللذين، انا شفتها في فيديو قبل كده. القناصة دي ملهاش حل. بصوا اصلا الطلقة عاملة ازاي، والمقذوف بتاعها قد ايه يا جماعة، عامل ازاي، وهيخرج منها ازاي. يعني بصوا ده مقذوف بعد ما اتضرب، او مش بعد ما اتضرب، هو مفكوك منها. اوف، بصوا الراجل بيتنطر ورا ازاي يا جماعة. اوه يا نهار ابيض، ردت من ايده. هوبا لوبا، اي 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 الظابط جاي. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده برضه ساقية بتاعت مسدس، او ده خاتم، شكله عامل زي الخاتم يا جماعة اهو. بص صغير ازاي، في ساقية بتاعت المسدس الساقية. طب ده بيتحط فيه الطلق، يعني هنضرب بيه ازاي بقى؟ يعني في التتك بتاعه فين، ولا الزينات اللي هنضرب منها؟ بصوا في 6 فتحات، 6 فتحات يا جماعة. هو لبسه في صباعه اهوت، واخد بالك، لبسه هنا اهو، وادي العيار بتاعه، الطلقة بتاعته. ده مسدس، دي قبضة، قبضة حديد زي القبضة اللي معانا، شفتوها يا جماعة. هي بصوا اتفتحت كده اهو، بقت مسدس ساقية. في ساقيات وفي سكينة اهو بيفتحها برضو، وادي تتك او الزناد اهو. بص بص الشاكوش من ورا بيقدر، اهو الشاكوش من ورا طبعا ملوش ماسورة خالص، هو بيضرب على طول يروح الطلقة، مفيش أي ماسورة. يعني الطلقة تخرج تنطلق على طول، تروح بقى شمال تروح يمين، مفيش ماسورة توجهها. دي سكينة برضو، يعني القبض منها تضرب بوكس بميات بونش. ايه بونش دي؟ مش مهم، انت عارفين انا في الانجليش، واخد بالك انت ازاي. وسكينة حاجة برضو يعني كويسة في ال، يعني متعددة الاستخدامات، يعني حلوة، سكينة وقبضة ومسدس، اللي هو انت ايه يعني التعدد، يعني او الايه، سوري اسمها ايه، التدرج في استخدام السلاح، فاهم انت. يعني عندنا برضو التدرج في استخدام السلاح ده، ايه اللي انت مثلا ايه، لو حد جه بتنبهه ايه بالانذار الشفوي والكلام دوت، لو دمات بتضرب طلقة في الجو عشان تهوشه، لو تمادى اكتر واخد بالك، تنضرب في رجليه او تضرب عليه مطاط من بعيد، او كلام المثير للدموع عشان تفض بيها المظاهرات، او ترش ميه، يعني التدرج في استخدام السلاح. هنا برضو المسدس ده عجبني جدا يا جماعه، الفكره بتاعته ان هو في برضو تدرج في الاستخدام بتاعه، في سكينه، في قبضه، بعد كده اخر حاجه بقى المسدس، هو ضرب النار الفعلي اللي انت خلاص هتموت بقى بيه، واخد بالك انت ازاي. بس يا جدعان كده خلصت الاسلحه اللي معانا اهيت اهي. اتمنى تكون عجبتكم يا جماعه، واتمنى الفيديو ده النوعيه تكون عجبتكم. لو عجبكم فعلا قولي في التعليقات، لو كده اعمل لكم منها يعني سلسله برضو، حاجه زي دي تاني، اعرض لكم حاجات من ديت. واللي عندكم حاجه ابعتوها لي. الفيديو ده يا جماعه حد صديقي بعته لي، كان معايا في الجيش، تمام، بعته لي وكده، قال لي جرب واعمل وباذن الله هيعجب الناس، وانا واثق ان شاء الله هيعجبكم يا جماعه. ولو عجبكم فعلا ما تنسوش تعملوا لايك، حطوا اكبر كميه لايكات على الفيديو ده يا جدعان، وصلوا مش عايز اقول رقم، مش عايز اقول رقم، عشان يعني انتم مالكمش اخر، واخد بالك انت ازاي. يلا يا جماعه ادوها يا جماعه لايكات واشتراكات وحركات، وفعلوا الجرس، واخد بالك انت، وروقوا علينا كده يا جدعان. يلا اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، وباذن الله يكون قريب مش بعيد، والسلام عليكم.